اليوم رح نقول ايه لكل شي صافي بيطلبه. سوي كل شي كل شي. الله يعيننا والله يسترنا. بالضبط الله يسترنا. اليوم السلام عليكم، انا رانت. وانا جودي. وانا صافي من قناة دلاتيز. على السريع شو طلبك الاول صافي؟ خلينا نلعب مع الكلو ماشين. شو كلو ماشين؟ هاي يلي دباديب وعندها هيك. قصدك هاي اللي بدنهم تلعب فيها مرة واحدة؟ لا كل مرة لحتى افوز. صافي هي ما حدا بفوز فيها اصلا. اوكي بلش مع 10 مرات. يلا ماشي. وانا صافي هي عندك هون 10 دراهم، يعني ما بتوقع بدك اكثر من 10 محاولات. تفضل بلشنا نوقع. ايوه لا هاتون. يلا واحده واحده خالص. ايوه ورجونا ورجونا. هذا كلب. يا الله لا هي صعبه شكلها. ليك شو رايك هذيك البيضه اللي هنيك؟ ودرهم صافي. الصراحه ما عم تعرف تلعبها يعني. والله شكلنا بدنا 50 درهم. يلا حمسي حمسي اكثر. يا ربي شو انا جرب هذا يومك. يلا روح على الكلب هذا الابيض. بسم الله. 1 2 3. انت اللي عم تلعبي ولا هو؟ انا. والله حرام. عندي فكره. اي يس يس يس. باقي 5 دراهم، يعني 5 محاولات باقي. هذا الابيض اخر محاوله. عن جد معت فيه كله خساره. محمد تعال. انا لعبت 10 درهم ما صار ولا لعبه. ما يجي. تعال شوف تعال شوف شوف كيف ما يجي ولا واحد. ان شاء الله هنقدر اي كم لاين. اوكي بس هذا فوق قدام، هذا فوق ورا، هذا فوق يسار. فهمتوني؟ طلعنا كل المحل. هذا اجا يعني زعل علينا حرام. شوفوا كيف يا جماعه كل شيء لفوق. ايوه جرب حلو. اوكي سي. طيب يلا حبايبي هي اللعبة رح تروح لنا كل مصارينا. خلونا نمشي نروح على الطلب اللي بعده. طيب صافي شو بدك هلا؟ انا جعان فخلينا نروح نجيب ماكدونالدز. انت بتقرر شو بدك الوجبة كمان. 6 pieces chicken McNugget. اوكي نايس. يلا خليني المس هي. شو شو بده؟ بده يلمس هي؟ ما شاء الله تدلل تدلل. لما حدا بيقول لك ايه لكل اليوم بتسووا كل شيء فيكم. اوكي مين قدك؟ ما بعرف. جينا على ماكدونالدز وصافي غير رأيه. طبعا اليوم هو الباص. قال بده 6 ناجتس وبده معهم برجر. فيعني ما شاء الله. تن تن تن. تفضل وجبتك حبيبي. هي الناجتس هون. طبعا احنا ما حناكل مع صافي ممنوع يعني. وهون في التشيكن برجر والكولا. طبعا صافي وقعت الناجتس. جودي وقع الناجتس. ما فينا نحكي شيء لانه حبيبي صافي ما شاء الله يعني متدلل عم نفتح له الصوص وما بعرف شو. تفضلي. لا يا ربي صافي حتوقع كل شيء على الارض وحنتبهدل. يا رب تاكل اليوم مشان يخلص اليوم بسرعه. شو رح نعمل هلا؟ انت لازم تقرر مو نحن. هدول قراراتك اليوم. في محل العاب بالمول كمان مره يعني... ثانيه العاب يا جماعه ألعاب. واضح انه الولد بده اليوم يقتلنا. اوكي كمل. هو عنده العاب فينك تفوزي كمان. تفوز واضح انت ما حتفوز. وين هذا المكان يعني؟ هو يعني... بالمول. طيب يلا على المول. يلا هلا نحن طالعين على محل الالعاب. ايه هذا بدي انا اروح عليه. هذا الشيء اللي بدي اسويه من زمان. يلا على المحل. او ماي جاد جايز مبسوطين اكثر منه صافي. وجبنا البطاقه حطينا فيها المصاري. تفضل صافي. والله اول شيء بيتصوروا هون. شوفوا احلى كيوت. لو طلعت اول واحد بتتاخذي. والله شاطر. يا الله صدق ايزي ليك كثير حرام. لا
طبعا صافي مكيف يا جماعة، ما بدي لكم ساعاته حاليا. وين راحت؟ دقت السقف؟ يلا حاول وصل على السقف. يلا شفتوه كيف دقت؟ الو صافي صافي. شوفوا 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 عليها الحبر على ايدها، بس هلا بس نستنى المفروض انه يختفي، بس صافي ملا الارض. واو عليك يا صافي، بهدلنا الدنيا. عم نمسح. يلا خلصت، فينا نخلص الفيديو ونرجع على البيت لانه ما والله حلو. والله راح الاخر. واو. انا عندي كمان شيء. كمان شو؟ تاج. ويت سبورتس مود. وانا هذا سبورتس مود، رجعت الكتفة ورا. هاتي يلا جو ران سبورتس مود. ما شايف هو هون؟ والله اني شفته هون، اكيد نزل لتحت. وين كنت؟ طيب صافي، بما انه لعبنا معك تاج وخلصنا، فهلا هيك بنخلص الفيديو صح؟ كمان شيء صحي. والله غميضة غميضة. ما بدك تاكل شيء؟ نجيب لك شو ما بدك. بحر عم يطلع عليك مفكر او عم تضرب الولد. طيب حنلعب غميضة على السريع، فوت تخبى بهذا المحل ولازم نلاقيك. اوكي هلا دخلنا ندور عليه بالمحل، ولازم نوطي صوتنا مشان ما يسمع اننا جايين. نحن طنشنا صافي وكل شيء وصلنا عم نشتري. شو هذول احلاهم صافي؟ والله كثير عندي احساس. كلي او ماي جاد صافي، انت كيف بتخبي هون؟ صافي ولا طلع عشان الساعه بندور عليه ما بلاقي. طيب صافي لعبنا غميضه وشكلك عرقت ولازم نرجع على البيت. يلا عرقت معناته لازم لي شيء بارد مي، بس مي مملة. خلينا نجيب ايس كريم. مي مملة اكسكيوز مي. جينا على باسكن روبنز لحتى ناخد ايس كريم. صافي بده من هي. يلا تعال. والله شكلها حلوة. واو شوفوا باسكن روبنز شو منزلين، موتشي ايس كريم، هي اول مرة بشوفها عندهم. وهلا هون عنا استراحة محارب. او ماي جاد، يعني استغفر الله نعم الله، بس شوفي نفس الكروكس تبع الالوان. انت كيف اجتك هي الافكار الغريبة؟ يا سلام كبيرة والله. لهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. الصراحة صح تعبنا، ولكن احنا كثير مبسوطين لانه صافي مبسوط. صافي مبسوط؟ يس كثير، هذا اهم شيء بالفيديو. ضيفونا على انستغرام، هدول هن حساباتنا هون، لحتى تقولوا لنا شو حابين نصور لكم فيديوهات مع اخواتنا كمان. وهدول هن 3 كومنتات اللي اخترناهم بالفيديو الماضي. اذا حابين تطلع بالفيديو الجاي تاكدوا انكم عاملين سبسكرايب وتركوا الكومنت تبعكم تحت. بنحبكم كثير يا احلى ناس. وسلام.